جاء في سنن ابن ماجه قوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يأتي بكم زمان يغربل الناس فيه غربلة. توضيح ذلك: وتبقى حثالة الناس، إن يذهب الأخيار ويبقى الأشرار. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بخواص أنفسكم ودعوا عنكم أمر العامة.